السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي شخصية البارون. هنتعرف عليه وعلى سر اللعنة اللي حلت به، وهل فعلا يوجد في قصره أشباح؟ ده اللي هنتعرف عليه وأكتر من خلال الفيديو إن شاء الله. إدوارد إمبان الملقب بالبارون هو لقب يعني المحارب، كانوا يطلقونه على الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. وقد حصل إدوارد إمبان على اللقب في عصره لأنه كان صاحب مشروعات كبيرة في بلده. كان رجلا يعشق السفر رغم إعاقته، لكنه زار العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وارتبط كثيرا بالهند والهنود. أعجب بعادتهم وارتبط حبه للهند بسبب أنه أصيب بالمرض وكان على وشك الموت، لكن الهنود استطاعوا أن يعالجوه وينقذوه من الموت المحقق. عاش وقتا طويلا في الهند، ثم قرر الذهاب إلى دولة أخرى، دولة لا تقل عراقة وحضارة عن الهند. قرر الذهاب إلى مصر ذات التاريخ العظيم والحضارة العريقة. في الوقت اللي قرر فيه الذهاب إلى مصر، كانت مصر تفتح قناة السويس، وكانت جميع الدول تود زيارتها. وفي لحظة وصوله إلى مصر وقع في حبها، تعلق بها وتمنى أنه يعيش ويموت ويدفن فيها. وبعد أن قرر العيش في مصر، كان لابد أن يبني له قصرا يليق بمنصبه، فبحث عن موقع استراتيجي مميز، عثر على هضبة وقرر بناء قصره فوقها. هذه الهضبة التي تحولت بالتدريج إلى أحد أرقى أحياء القاهرة، وعرفت باسم هليوبلس مصر الجديدة، وهو اسم فرعوني يعني مدينة الشمس. ومن شدة حبه وتأثره بالحضارة الهندية، قرر أن يبني قصره على الطراز الهندي، فجمع بعض أشهر المهندسين في العالم وبنى قصره سنة 1911. وقتها كل من كان يمر بجانب القصر ينبهر من جماله وتصميمه وحجمه. وقد اكتملت هذه التحفة المعمارية باختيار الأساس من كل البلاد ومن أغرب التحف الثمينة والغريبة، ومنها ساعة كانت تظهر القمر حسب شكله إذا كان بدرا أو هلالا، ويستدل على درجات الحرارة والوقت بالدقائق والساعات والشهور والسنين. وكان ذلك شيئا مذهلا بالنسبة لذاك الوقت. وأيضا القصر كان يمتلك أشياء غريبة جدا كاللوحات المرعبة التي كانت موجودة على جدرانه، والأغرب من ذلك هي غرفة تسمى بالغرفة الوردية أو غرفة المرايا، وكانت توجد أسفل القصر، كل جدرانها من جميع الجهات مزينة بالمرايا. وكان البارون يقضي وقتا طويلا، وكان يحذر كل من يقترب من الغرفة لسبب لا يعلمه إلا هو. بعد فترة من بناء القصر، أقام البارون احتفالا كبيرا ودعا إليه كبار الشخصيات الموجودة في البلد، وكان أولهم وعلى رأسهم السلطان حسين كامل الذي انبهر بالقصر وشعر بالغيرة تجاه البارون، لأنه لا يملك قصر بفخامة قصر البارون. ومن هنا بدأت الرسائل تصل للبارون من السلطان حسين أنه يريد شراء القصر، فكان الرفض القاطع من البارون. وتعرض البارون لمضايقات من السلطان حسين كامل، قرر بعدها أنه يعود لدولته، لكن ترك القصر مغلقا، لم يبيعه ولم يسمح لأحد بالدخول. بعد وفاة السلطان حسين، عاد البارون إلى مصر مرة أخرى وفتح قصره وعاش بسلام فيه، وبدأ يستمتع بكل لحظة في القصر بدون مضايقات من السلطان. عاش هو وعائلته في القصر، فكان من الطبيعي تكوين علاقات مع الناس. تعرفت ابنته آن على بنت صديقة لها في القصر المجاور تدعى سليفيا، كانت سليفيا من عبدة الشيطان. وما إن تعرفت سليفيا على آن، حتى أهدتها هدية غريبة، كانت عبارة عن لوحة صليب مقلوب، ومن المعروف أن الصليب المقلوب يستخدم في أعمال السحر وعبدة الشيطان. أخذت آن الهدية وعلقتها في غرفتها، ومنذ ذلك الوقت وجميع من في القصر لاحظ التغييرات التي طرأت على شكل وتصرفات آن. ومن أغرب الأشياء التي كانت تفعلها آن أنها كانت تجتمع هي وسليفيا وأصدقائهم في الغرفة الوردية المصنوعة من الزجاج، وكانوا يجلسون بها طويلا ويستمعون للأغاني. وكل ذلك يحدث بدون علم البارون، وغالبا في وقت غيابه، لأنهم كانوا لا يجرؤون أن يدخلوا الغرفة إلا في غيابه. وكانوا يذبحون الحيوانات خاصة الخفافيش، ويلقون بالكتب المقدسة أرضا،
ويقفون عليها بأرجلهم أو يقرؤون الكلام فيها بالمقلوب، وذلك لتمجيد شيطانهم، وكانوا يتعاطون المخدرات ويمارسون العلاقات المحرمة. ولم يمكثوا في أفعالهم طويلا حتى حلت اللعنة عليهم. عاشت عائلة البارون في جحيم مستمر. كانت البداية بموت زوجة البارون التي ماتت في القصر بطريقة مخيفة وغريبة. صعدت إلى الدور الأعلى من القصر، ثم توقف المصعد في المنتصف وكأن أحدهم أوقفه عنوة، فماتت مخنوقة شنقر. بعدها ماتت أخته التي ألقيت من نافذة غرفتها على الأرض بطريقة بشعة، وتوالت الأحداث بموت 6 من خادمات القصر، وكذلك موت أخو البارون بالسرداب بطريقة مجهولة. وفي كل حادثة لم يستطع تحديد سبب الوفاة، ودائما القاتل مجهول. وعند البحث عن آن يجدونها تحاول الانتحار ودائما تفشل قبل وقوع أي شيء. ولكن لم يمكث الأمر طويلا حتى ألقت نفسها من نافذة غرفتها في القصر، وهذه المرة ماتت. بعد هذه الحوادث لم يتبقى في القصر غير البارون وابنته الصغيرة التي كانت مصابة بشلل الأطفال، وحالتها النفسية ازدادت سوء بعد وفاة أمها والمعاملة السيئة التي لقتها من والدها البارون، ثم أصيبت بمرض نفسي غريب لم يستطع الأطباء تشخيصه ولم يكن له علاج، وبسبب ذلك المرض كانت تظل تبكي طويلا بدون أي سبب، وكانت تصرخ صراخ هستيري، ولم يتوقف هذا الصراخ حتى تدخل الغرفة الوردية، وبعد أن تخرج من الغرفة تتفوه بكلمات غريبة، وهذا الكلام بناء على أقاويل الأطباء. وبعد فترة قصيرة وجدوها مقتولة داخل بئر، وعندما أخرجوا جثتها كان الرعب مرسوم على ملامحها كأنها رأت شيئا مرعبا قبل موتها. عاش البارون بمفرده في القصر، وكانت كل فترة تأتيه نوبات صرع شديدة، ولما ازداد الأمر سافر إلى بلجيكا ليتعالج، لكنه توفي هناك سنة 1922، وتم نقل جثمانه من بلجيكا إلى مصر حسب وصيته التي أمر فيها أن يدفن في مصر، وبالفعل دفن فيها. ومن وقت موته لوقت قريب جدا ظل القصر مهجورا لم يقترب منه أحد. ومن عدة سنوات بدأت الحكومة في مصر ومسؤولين السياحة بترميم القصر ليتحول إلى مكان أثري يجذب الزوار. أما عن الإشاعات المتعلقة بما يحدث من أمور غريبة داخله فلا يعلم أحد حقيقتها، لكن لأن المكان كان مهجورا منذ زمن بعيد ظهرت الإشاعات أنه مسكون بالجن والشياطين، وكان يسمع البعض بجوار القصر أصوات خارجة منه ويشاهدون أشياء غريبة، وبالرغم من أنه مغلق منذ زمن طويل. وآخر حادثة حدثت كانت بعد وفاة البارون بستين عام، حيث شاهد بعض الأشخاص دخان كثيف خارج من الغرفة الرئيسية بالقصر، وبعدها تحول الدخان إلى نار مهولة وبدأ القصر في الاشتعال. وعندما جاءت الشرطة كل شيء عاد إلى وضعه الطبيعي بدون دخان ولا نار. ومن الأقاويل المنتشرة عند معظم السكان أنه يوجد أشباح تسكن القصر، خصوصا بعد موت كثير من الأشخاص فيه. ومن الأشباح المتأكدين من وجودها في القصر هو شبح زوجة البارون، وقالوا أنه في وقت موتها طلبت المساعدة من البارون لكنه رفض مساعدتها، وحتى بعد موتها لم تدفن في مقابر العائلة وتم دفنها في الصحراء. وهناك أقاويل أن الشبح الموجود في القصر هو للمهندس الذي صمم القصر، والذي قتله البارون حتى لا يصمم قصر مثله لشخص آخر. من الطبيعي أن كل هذه القصص عن ما جرى بالقصر خلقت شعورا بالرعب، وجعلت الكثيرين يصدقون بأنه مسكون، فيما يرى آخرون بأنها مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة، وأن شكل القصر الغريب هو الذي يوحي بهذه القصص والإشاعات. فما رأيك أنت عزيزي المستمع؟ هل تصدق بأن القصر مسكون؟ شكرا أصدقائي على متابعة الفيديو للنهاية، وأتمنى من حضراتكم لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.